موضوع الترند بتاع اللهجة الفلاحي اللي نزل من كام يوم كده، وبعدين قال لك اللهجة البدوية باين ومش عارفة اللهجة الايه كده، ما كل واحد يتكلم لهجته. هو احنا لازم الفشخرة الكدابة والتريقة على مخاليق الله والتنمر عليهم يعني اللهجة الفلاحي؟ ما احنا مصر كلها اغلبها يا فلاحين يا صعايدة، يعني ما احناش جايين من ستار سيتي والهبل والهطر اللي موجودين دوت، والنخبة والفئة بتاعت رجال الاعمال والناس اللي هم والممثلين والفئة اللي طالعة مالية الساحة دلوقتي، ويتكلموا من اللي هو ايه مش عارف ايه، وانا بابي ومامي ودادي كل الفئة دي أصلا يا فلاحين يا صعايدة، يعني ما كل واحد بيتكلم بلهجته والناس ما بتتكلم، يعني الدنيا ماشية حلو، يعني ما الإسكندرانية لهم لهجة والطنطاوية زي حالتي كده لينا لهجة، والشرقاوي لهم بدل اللهجة 4 5 لهجات، مش شرط إن يبقى نتريق على الفلاحين ونتنمر عليهم ونقول بلاط الفرن اسمها ايه وحتة القماشة اسمها ايه، الكلام اللهبة الغبي اللي متخلف اللي منتشر ملوش اي لازمة. ده مناعل ونرتقي كده، ده الشعوب كلنا، ده احنا بقينا مسخرة الشعوب يا جماعة.